بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما نستغل به حفلنا هذا آيات عطرة من ذكر الحكيم يتلوها علينا سماحة الشيخ بس. الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون السماوات والأرض وعشيا وحيج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات خلق لكم ومن آياته خلق السماوات ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم ومن آياته يريكم البرق خوفا ونائما فيحيي به الأرض بعد بمساهمة فعالة تجاه كافة قضايا المرأة الأردنية ولها جهود واضحة وملموسة على هذا الصعيد وبخاصة في مجال العنف والتمييز ضد المرأة والتي من أبعادها ما تقوم به اللجنة من تعديلات على التشريعات غير العادلة بحق المرأة. ومؤخرا أنشأت اللجنة مكتب شكاوى المرأة لاستقبال شكاوى المرأة المتعلقة في مجال العنف والتمييز ضدها. ونظرا لخصوصية الموضوع وصعوبة الإبلاغ عن العديد من حالات العنف والتمييز وخوف المرأة من التقدم بشكوى أمام الجهات المعنية لأسباب اجتماعية أو مادية، فقد ارتأت اللجنة إنشاء هذا المكتب لتمكين المشتكية من تقديم الشكوى دون إحراج والحصول على توجيه وإرشاد ملائم أولي يراعي مبدأ السرية والمهنية. وها نحن اليوم نحتفل وإياكم بافتتاح هذا المكتب لمباشرة عمله بشكل رسمي. ونعطي الكلمة الآن إلى الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأستاذة أسماء خضر فلتتفضل مشكورة. سيداتي صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بالصلاة المعظمة، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أرحب بكم جميعا وأن أشكر لك سيدتي رعايتك الدائمة لجهود اللجنة وتوجيهاتك. والحقيقة أنه ما كان للجنة أن تتمكن من إنجاز ما أنجزت لولا هذه المساندة والدعم، وأيضا لولا هذا التوجيه لما فيه خير المرأة والأسرة الأردنية. واسمحوا لي أيضا أن أشكر كل من ساهم ودعم إنشاء مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سواء من الجهات الرئيسية التي مولت هذا المشروع فريدم هاوس ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، وأيضا أن أشكر جميع من أسهم وتعاون في إطار الشراكة مع المكتب من المنظمات والجهات الرسمية والأهلية وخاصة الوزارات المعنية التي نشكر لها كل الدعم والمساندة الذي تلقيناه. سيدتي لن أطيل في شرح أهداف هذا المكتب، فالزميلة ديانا شلبي مديرة المكتب أعدت عرضا مختصرا حول هذا المكتب ستقدمه لنا، وسنترك المكتب يتحدث عن نفسه من خلال
البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأيضا من خلال العروض التي سنشاهدها معا. وفي نهاية كلمتي أقول أننا ننطلق اليوم لنستمر في عمل متصل من أجل العدالة والإنصاف للمرأة الأردنية وللأسرة الأردنية، وهذا المكتب في خدمة الجميع، وإن شاء الله سيتبع قيم وأخلاقيات العمل التي تم اعتمادها في كل ما يقوم به، ونحن على ثقة بأن التنسيق والتكامل والشراكة تؤتي ثمارها وتحقق نتائجها، لتكون المرأة في بلدنا تحظى بكل حماية من كل عنف وتمييز. وشكرا لكم حضوركم. والآن سيتم عرض تقرير مصور حول مكتب شكاوى المرأة وبعض شركاء. التعرف على جميع مشاكل المرأة، عنها اللي
موجودة في القانون العمل. هذا التعاون مؤثر بما سيؤدي في النهاية إلى التعرف على كافة القضايا التي تهم المرأة العاملة، ومن خلالها ومن خلال توثيق هذه القضايا وتحليلها سيكون بالتالي تعطينا مؤشر إلى التعديل القانوني والتغييرات الموجودة في هذا القانون التي تعطيها وتأكدون أنها مطابقة للتحليلات الدولية والمعايير الدولية في هذا المجال. الأفضل وأرجح الطرق لتجنب حالات العنف والضغوط الصعبة إلى أفضل المستقبل الحالي.
حركة النساء في الأنشطة الاقتصادية والسياسية ومواقع اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعزيز الوضع القانوني للمرأة عن طريق اقتراح سياسات وتشريعات جديدة. ولتحقيق هذه المهام قامت اللجنة الوطنية بتأسيس مكتب شكاوى المرأة المختصة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة في الأردن، سواء على صعيد الأسرة أو العمل أو في الحياة العامة. فتتفضل إلى مديرة مكتب الشكاوى السيدة ديانا الشلبي بتقديم عرض عن المكتب وآلية عمله والإنجازات التي تم تحقيقها. سيدتي صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة عبد الصلاة المعظمة، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أيها الحفل الكريم، أقدم لكم اليوم عرضا عن مكتب شكاوى المرأة. مكتب شكاوى المرأة هو عبارة عن مبادرة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمتابعة تطبيق القوانين والأنظمة بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة وتحقيق أمنها الإنساني في مواجهة العنف. فكرة تأسيس مكتب شكاوى المرأة: تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بقرار من مجلس الوزراء عام 1992 كآلية وطنية أوكلت لها مهام ومسؤوليات عديدة، من أبرزها وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في جميع المجالات، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، ومتابعة تطبيق القوانين والأنظمة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة. ولتحقيق هذه المهام وتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وبخاصة محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية، ارتأت اللجنة بالتعاون مع مؤسسة فريدم هاوس الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية البشرية الدولية لتأسيس مكتب شكاوى المرأة من أجل توثيق الشكاوى وتنسيق جهود المنظمات الحكومية والجهات الحكومية في مجال ضبط ومتابعة قضايا المرأة، ولتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة القطاعات، ومن هنا نستطيع تحديد الأولويات في قضايا المرأة ليتم التوصل إلى إحصائيات ودراسات دقيقة حول قضايا المرأة واكتشاف الثغرات القانونية لأخذها بعين الاعتبار عند اقتراح تعديل أو صياغة تشريعات جديدة. أهداف المكتب تتمثل في استقبال شكاوى المرأة ليصبح المكتب حلقة وصل بين النساء من خلال لجنة وطنية شؤون المرأة وبين مختلف الجهات المعنية بترقي ومتابعة الشكوى حسب اختصاص كل الجهة، إيصال صوت المرأة إلى صانعي القرار وواضعي السياسات، متابعة الإجراءات لحل بعض المشاكل اليومية التي تعاني منها المرأة من خلال الجهات المختصة، إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية وهذا موضوع جدا مهم حول شكاوى المرأة وأكثرها تكرارا لتحديد أبرز المعيقات التي تقف أمام مسيرة تقدمها، بهدف تسليط الضوء على إيجاد الحلول المناسبة لها. أيضا توفير إحصائيات دقيقة وإعداد تقارير دورية حول شكاوى المرأة وموضوعاتها وكيفية التعامل معها وتبني التوصيات المناسبة. بالنسبة للجهود التحضيرية لتأسيس مكتب شكاوى المرأة، تم كما يلي: إعداد خطة عمل المكتب ومخطط المشروع، تنظيم ورشة عمل حول تأسيس مكتب شكاوى المرأة وآليات استقبال الشكاوى وتنفيذ البرامج التدريبية لعاملات المكتب، التشبيك مع الجهات والمعنية والمختصة وتوزيع التبيان حول أهمية وجود مكتب شكاوى المرأة وأوجه التعاون مع هذه الجهات، إعداد مسودة نموذج السجل الوطني لحالات العنف والتمييز ضد المرأة، إعداد نظام التوثيق الخاص للمكتب الذي يشمل النماذج المستخدمة في مكتب شكاوى المرأة، إعداد الصفحة الإلكترونية الخاصة بمكتب شكاوى المرأة، وهنا نود أن ننوه على طرح موقع الإلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة وحالته الجديدة، هذه الصفحة الرئيسية، ويتم من خلال الصفحة الرئيسية الدخول إلى صفحة مكتب شكاوى المرأة وإدخال المعلومات المختصة وأخيرا إطلاق الحملة الإعلانية الإعلامية للإعلان عن مكتب شكاوى المرأة من خلال وسائل مختلفة المتاحة. أخيرا هو من أكثر 20 ثانية 2008 و 8 ثانية 2009، وقد تم التعاون مع هذه الشكاوى من خلال تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية الأولية ومن خلال تحويلها إلى جهات أصحاب اختصاص بعد موافقة المشتكية أولا على التحويل لمساعدتها في الحصول على الخدمات المتاحة. كما استقبل المكتب 22 والآن
مباشرة لمكتب شكاوى المرأة. مكتب شكاوى المرأة يمكنك الاتصال بالرقم المجاني 0822-955 من الهاتف أرضي أو فلس، أو الحضور إلى مكتب شكاوى المرأة في مقر اللجنة القانونية الأردنية لشؤون المرأة في مبنى الصندوق الأردني الحكومي للتنمية البشرية، أو إرسال الشكوى عبر موقع اللجنة الإلكتروني www.women.gov. مكتب شكاوى المرأة، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لأننا نسأل. فريدم هاوس مؤسسة غير حكومية تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية منذ سنة 2004 مع مؤسسات المنى التمويل اللازم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لغاية إنشاء هذا المكتب، ونؤكد على وجود التشبيك والتعاون مع هذه المنظمة. ونعطي الكلمة الآن إلى مديرة فريدم هاوس الأردن الآنسة لمى خليل فضفضة مشهورة. سيدتي صاحبة السمو الملكية الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، سعادة السيد شايف مع مدير الوكالة الأمريكية للبناء الدولي، أصحاب المعالي والبطولة والسعادة، الحضور الكريم. نحتفل اليوم بإطلاق مكتب استقبال شكاوى المرأة والذي تم تأسيسه في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي ترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة بسمة. لقد جاء إنشاء هذا المكتب بعد إعداد دراسة تقييمية لمدى الاحتياج له، وكان ذلك من خلال عمل مقابلات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات للنساء بالأردن منذ زمن بعيد. وقد اتضح من هذه الدراسة وجود إجماع على ضرورة إنشاء هذا المكتب. والهدف الرئيسي من إنشاء هذا المكتب هو استقبال الشكاوى المقدمة من المرأة في أي مجال من المجالات، وإحالة تلك الشكاوى إلى المنظمات والجهات النسائية المختصة، ومن ثم متابعتها مع تلك المنظمات. سيقوم المكتب أيضا بإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية سيتم إدخال جميع الشكاوى عليها، ومن ثم تصنيفها حسب نوعها ومدى تكرارها. سيساهم أيضا وجود هذه القاعدة أو قاعدة البيانات في بيان الممارسات الخاطئة في تطبيق القوانين وتحديد النصوص القانونية التي يوجد فيها تحريض ضد المرأة. ستستخدم قاعدة البيانات فيما بعد لإصدار تقارير دولية، وسيوضع بناء على نتائجها تصورات تشريعية وحلول جذرية لتعديل هذه التشريعات أو الممارسات الخاطئة في تصنيفها. وبناء على ذلك أخذت مؤسسة فريدم هاوس على عاتقها دعم هذا المكتب ليكون أو دعم الانطلاقة الأولى لإنشاء هذا المكتب النابع عن احتياج وطني ملح. أما بالنسبة لمؤسسة فريدم هاوس فهي تعمل في الأردن منذ عام 2004 وتقوم بتنفيذ مشاريعها من خلال منظمات المجتمع المدني وتحديدا المؤسسات أو المنظمات النسائية. تعمل في مجالات عدة منها الدعم للارتقاء بالواقع القانوني والاجتماعي للمرأة والكادات الأردنية، وذلك من خلال دعم الائتلافات والتحالفات لعمل حملات تستأييد من أجل تعديل القوانين والسياسات المتعلقة بوضعية المرأة. من المجالات الأخرى التي تعمل ضمنها مؤسسة فريدم هاوس هي نشر ثقافة حقوق النساء وحقوق المرأة بين قطاع الشباب، وأيضا فيما يتعلق بالتحديد بالعنف الأسري وحقوق المرأة. وعلى العموم هي تعمل ومن مجمل أهدافها هي تعمل على دعم المنظمات الأهلية لمساندة النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله من خلال تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية. وعلى هذا الصعيد لقد تم تأسيس 3 مكاتب في مؤسسات قائمة فعليا على أرض الواقع لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء في الأقاليم 3، واحد منهم كان في منطقة المفرق من خلال تجمع رجال المرأة، وأيضا يوجد مكتبين واحد في مادبة من خلال فتيات جمعية فتيات مادبة، والمكتب الثالث في القبيلة من خلال مكتب فاطمة الزهراء أو مؤسسة فاطمة الزهراء. وفي الختام أنتهت هذه المناسبة لتعبير عن جزيل شكري وامتناني لصاحب الجلالة الملك عبد الله بن حسين المعظم حفظه الله على دعمه الدائم للمرأة الأردنية للحصول على كافة حقوقها ووصولها لمراكزها والقرارات، كما أعبر عن شكري وتقديري لسمو الأميرة بسمة بنت طلال لجهدها الدؤوب لدعم المرأة الأردنية في جميع المجالات. وأعبر أيضا عن شكري الجزيل لوكالة الإنماء الأمريكية لدعمها لمقام فريدم هاوس ولدعمها لجهود التنمية في الأردن، وشكرا لكم.
وصلت الوكالة الملكية للتنمية الدولية بشراكة من أجل التنمية مع المملكة الأردنية الهاشمية منذ ما يقارب 60 عام. الوكالة الملكية للتنمية الدولية ملتزمة بمساعدة الأردن لتحقيق أهدافها في الاستقرار الاقتصادي لكافة المواطنين الأردنيين. اليوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم الأردن في حماية مصادرها المائية وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصحي وفرص التعليم، وكذلك تقوية الديمقراطية والحاكمية بما فيها حقوق المرأة. ونعطي الكلمة الآن إلى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأردن جاي نوت. Thank you and good morning. Your Royal Highness Princess Basma bint Talal, Ministers of Governments, Muhsin Ali, Planning and International Cooperation, Lamin Wode, Justice, Saleh Awajde, Health, Bakum Alam, Labor, representatives of NGOs, particularly the Jordan National Commission for Women and the Jordan National Forum for Women, distinguished ladies and gentlemen. It's a honor and a privilege for us at USAID to be partners with you in this effort to be sponsors and supporters of this important launch. This is a milestone achievement, of course, for the Complaint Office, but we think also for the general movement to more fully capacitate women, to offer women more opportunity, to offer women a greater voice in the affairs of their families, their kingdom, and their nation. We want to recognize, of course, the continuing leadership and inspiration provided by Her Royal Highness Princess Basma. I expressed to her before my great personal admiration for her incredible energy, activity, and engagement in so many efforts across the kingdom, but particularly with regards to the rights of women and the greater opportunities for women. We want to congratulate the partnership that's part of this, which is of course the National Council for Family Affairs and the Queen Zain al-Sharaf Institute for Development. It's through these strong local partnerships that of course a launch becomes a movement and a movement becomes change, which is of course what we're talking about. The Women's Complaint Office represents, we feel, an opportunity for a greater voice and a light to be shown upon what we all understand to be problems which need to be stamped out. It's simply true, and we know it's true, that too often Jordanian women are victims of violence. Too often Jordanian women are victims of discrimination. Too often Jordanian women are victims of harassment. What we need to have, what the kingdom needs to have, is Jordanian women feeling more empowered, Jordanian women participating more, voicing more, having more authority, more voice, more presence. And we think the Women's Complaint Office is a step in that direction. It's our belief, based on our experience across the world, that the women of any country, and it's true, as true in Jordan as it is anywhere else, that women in any country are at the core of the family, the core of the country, the core of a development effort. And that if a country truly wants to develop, it cannot do so until, of course, its women are developing. And we think that the Women's Complaint Office is, again, one step in that effort. We believe the launch is one step in that effort, but of course, what we want to see is more steps, and steps not taken slowly, but steps moving and accelerating. And so we hope to continue to participate with you in this effort. We want to continue to support the advancement of women's rights in Jordan. We want to continue our central mission, supporting His Majesty's vision of greater prosperity for all Jordanians, Jordan that is a full participant in a knowledge-based economy for the 21st century. That's our mission here. What we do is we represent the American government and the American people in their will and
a desire to support the kingdom, the people, and the nation of Jordan. We thank you for this opportunity and for this continuing program of cooperation. We thank you. وتوفير الخدمات المساندة
ومن أجل تمكين المرأة والارتقاء بها كشريك أساسي في بناء مجتمعنا وتقدمه. إن خطوة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإنشاء مكتب شكاوى المرأة، واسمحوا لي أيضا أني أحيي الأخت العزيزة معالي أسماء فضل على كل جهودها. وجهود مستمرة وبناءة ومبنية على خلفية قوية جدا، خلفيتها كمحامية من محامياتنا الرئيسيات في هذا البلد الطيب. فحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع بالذات ومواضيع أخرى، حقيقة هذه الخبرة الطويلة الطيبة إن شاء الله أنه أيضا تؤثر إيجابيا على كل الجهود. فبالنسبة لهذه الخطوة تأخذ أهمية خاصة وقيمة كبيرة كونها تمثل التزاما مؤسسيا للتصدي لهذا التحدي، كما أنها تضمن بناء قاعدة بيانات حول التمييز والعنف الذي يحدث، وهذه مسألة بالغة الأهمية تمكننا من رسم السياسات الخاصة واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة في مواجهة هذه القضية الحساسة، استنادا إلى معرفة واقعية بما تعانيه المرأة وما تشكو منه. أيها الحفل الكريم، إننا نأمل بأن يكون مكتب شكاوى المرأة مرجعاً وعنواناً معروفاً تلجأ إليه المرأة حينما تتعرض لأي تمييز أو أي شكل من أشكال العنف في إطار الأسرة أو العمل أو الأماكن العامة، على قاعدة من الأسس العلمية والقيم والأخلاقيات المتعارف عليها. ومن منطلق حرصنا على أن تشعر المرأة في كل أرجاء الوطن بالأمان والطمأنينة وتمكينها من التعبير عن شكواها بسهولة ويسر، فإن اللجنة الوطنية ستعمل على فتح فروع لمكتب الشكاوي على عدة مراحل في مراكز الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وعددها 50 مركز، كما ستعمل على بناء شراكات مع الهيئات النسائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة عن طريق عقد اتفاقات معها، وإن شاء الله بعض الاتفاقات راح توقع اليوم، لتنفيذ حملات مشتركة للتوعية والتثقيف وإشراك الرأي العام ومختلف فئات المجتمع برجاله ونسائه وحرصهم للتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في سعيها لتحقيق أهدافها والنهوض بمهامها. إن نجاح هذه المبادرة يحتاج إلى كل هذه الجهود، وكلنا أمل في أن يقوم مكتب شكاوى المرأة بمسؤولياته بكل حرص وكفاءة حتى تتمكن المرأة الأردنية من القيام بدورها بثقة وأمان لتمضي هذه المسيرة المباركة قدما إلى الأمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May I just add a few words to Mr. Martin Kanoo, the translation? I'd like to speak to you directly to really thank you.